وأذكر إحدى الحادثات أو إحدى القضايا التي يعني باشرناها في مركز السوق في سنة من السنوات. حضر لنا يعني شاب في تمام الساعة تقريبا الثامنة، رجل شاب زقرتي، وقال يا جماعة الخير أنا عندي يعني مشكلة مع أخوي، وحنا نعاني من قضية يعني سرقات بالبيت، والرجل بهذل بنا وسبب لنا مشاكل وسبب لنا كذا. فطيب وش المطلوب الآن وش اللي عنده؟ قال الرجل الآن بالبيت يجي يعني يسرق مثلا من خواتي أو من بنات خواتي الصغيرات، يفك اللي هو سوارته أو يفك مثلا خاتمة أو يفك سلسلة وينحاش من بيته، يقول له 3 أيام 4 أيام فمن يجي يطيح بالمجلس هذا، ينام ويأكل ويشرب عند أهلي ثم ينحاش. فك المكيفات وسرقهن وانحاش، فك سرق ذهب أمه وانحاش. وش القضية؟ مخدرات؟ لا، ليست مخدرات، لأنه مباشرة بيتبادر لذهنك أنه مخدرات، لأنه ما يسرق ولا يحاول أنه يسرق الذهب ويسرق هذا ويبيع كرامته إلا صاحب المخدرات. لا، هذا شاب يا أخواني معاكس. كيف بدأت حياته؟ ذهبنا للشاب وكان في المجلس ونايم، دخلنا عليه وإذا هو بلباس النوم، بعد أن أخذنا الإجراءات النظامية، فكان يغط في نوم عميق جدا. فقلت للأخوان خلوه حتى ننتهي من تفتيش الغرفة اللي كان فيها. فتشنا الغرفة، بدنا نرفع الكنب ونرفعه يا أخوان، وجدنا قصاصات من القرآن، وجدنا قصاصات أذكار محطوطة تحت، يعني ليبيا يقلط عندهم يجلس على مسألة المصحف. انظر كيف وصلت الحال. فتشنا أخذنا كل ما وجدناه يخص القضية أو يخص موضوع هذا الشاب، وشلناه إلى مركز الهيئة. فلما دخلنا مركز الهيئة وجلسنا مع الشاب، بدأت أتكلم معه بهدوء. الرجل سارح ويتكلم بكلام يعني فيه نوع من الحدة وفيه نوع من الغلظة، ولا يعطينا وجه يعني بالعربي. فبدأت أتحدث منه بهدوء، فتبين لي أن الرجل غير طبيعي، وأنه خارج إنسان صح التعبير أنه خارج التغذية في هذا الموضوع. فتبين لي أن الرجل قد عمل له سحر. فبدأ الإخوان بالقراءة، وليست مراكز الهيئات مهيئة للقراءة، ولكن بعض الأحيان تضطر مراكز الهيئة للقراءة في قضايا لاستخراج الحقائق أو استخراج بعض الأمور التي ينبني عليها بعض الإجراءات. فبعد أن بدأ الإخوان يقرؤون، بدأ الرجل يتلوى إخوان تلوية، يمسك بطنه ويصيح صياح غريب جدا ويلعن الله كذا ويسوي بكم يفعل بكم يترك بكم وكذا. وبدأ الإخوان يتناوبون على قضية القراءة فترة، فكان يعني يصحي ويرجع يعني نوعا ما لصوابه، ويتكلم بهدوء ويقول أبغى الشيخ أبو رحمه، فيجلب بالمكتب ويجلس معي، فأتحدث معه حديث فيه نوع من الهدوء. وش سالفة كانت وش؟ فواحد من الأخوان كان صوته جهوري، يعني ما ودي أسب أبو حنان، مثل أبو حنان لجة يعني عندنا بالمركز، فكان يقرأ على هذا الرجال. فهذا صاحبنا، أنا ساكن الباب بس ما ينفع تصك الباب ولا ما تصك الباب، فأنا أصك الباب وأجلس مع الرجال، لأنه كان في لحظة نسميه حنا صفاء ممكن يعطين بعض الأشياء. فأصك الباب وأجلس أنا وياه أباخذ وش السالفة اللي صايرة بينه وبين يعني أو بينه وبين أهله. فكان صاحبنا يمر من عند الباب ويرد يا فلان يا بسيب، فيسمعون مباشرة الله يلعن مدري إيش، يلعن من؟ لعن صاحبنا مباشرة. يقلب على الموجة الثانية، ينتقل من الصحو إلى العالم الآخر وعالم تلبس الجن والشياطين. اجتهد الأخوان بالقراءة، ربطوا بحد القراء بعد أن تبينت لنا حالته. يا أخواني جلس معي في جلسة صفا وتكلم معي كلام مبكي يا أخوان، والله ما تتخيلون أن إنسان حباه الله سبحانه وتعالى بعقل، وحباه الله سبحانه وتعالى بنعمة الالتزام والصلاح والتربية، أنه يلجأ إلى مثل هؤلاء أو هذه الأوحى. يقول هذا الشاب، يقول تعرفت على فتاة في السوق الداخلي، يقول رميت عليها رقم وتعرفت علي ورديت واتصلت، صار بيننا بين حديث، طال الحديث، طلبت اللقاء، قابلتها في السوق الداخلي مرة ومرتين، ثم
طلبت مني اللقاء خارج السوق، فيقول طبعا لم أتردد في قبول العرض. خرجت أنا وياه مرة في سيارتي، يقول بقيت أنا وياه لمدة ساعة ثم رديت على السوق، ثم يقول قابلتها مرة أخرى. يقول مرة الأخيرة قالت لي أبغاك تجي لما نستراح. قال كيف أجي الاستراحة؟ قال ما عليك، الاستراحة مهيئة وجيدة ولا يعني لا تخاف. يقول فتحاملت على نفسي وانطلقت إلى الاستراحة. يقول فتحت لي باب خلفي من الاستراحة، يقول فدخلت، وكان هذا الباب يدخل على زي الملحق الداخلي مباشرة، فيقول دخلت الملحق وبقيت معها ليلة كاملة. يقول أكرمكم الله، يعني حصل بيني وبينها ما يحصل بين الرجل وزوجته من زنا ومن غيرها. ثم يقول يا شيخ خبري بالعافية، أعطتها باور هاوس يقول مفتوح وفيه نصف. يقول شربت الباور هاوس ثم بعدها دخلت في عالم آخر. ويحدثني الآن بعد ما إيش انفك منه جزء كبير جدا لله الحمد من السحر. يقول أصبحت يا شيخ خاتم في أصبعه. يقول تلعب فيني لعب والله ما تتخيل. يقول تتصل علي، هي من سكان الرياض تجي من بريدة بعض الأحيان. يقول تتصل علي بعض الأحيان وتقول لي يا شيخ أنا، تقول لي الآن أبغاك تنطلق للشرقية، ولو وصلت الشرقية تدق علي من تلفون من كابينة الشرقية عشان أدري أنك وصلت الشرقية. يقول فعلا أوصل الشرقية والله وأدق عليها من تلفونه ومن كابينة من الشرقية. يقول ثم تقول لي خلاص انتظر 3 ساعات 4 ساعات واتصل لك. يقول تزرع بالشارع، يقول أدور بالشرقية ما عندي، روح أجي وروح أجي. يقول زي المهبول، يقول بالشوارع لا لي شغل ولا كذا. يقول اتصل لي تقول خلاص تعلم الرياضة. يقول أجي للرياض، أوصل الرياض الآن، تقول دق علي من كبينة. يقول دق علي من كبينة، تقول خلاص بكرة الصبح أبيك تصير بجدة. يقول والله أمشي مثلي مثل منقاد مثل العنز. يقول ما أقول لا. يقول بعض الأحيان تطلب مني طلبات مثل حاجة تزعل علي، بعض الأحيان تقول لي مثلا وفر لي مال، وفر لي كذا، وفر، ما أستطيع، فأضطر إني إيش أسرق مكيف، أسرق مثلا ذهب من أختي، من خالتي، من أختي، من بنت أختي الصغيرة، من كذا. يقول تنسلب عندي جوانب الرحمة وتنتهي عندي جوانب الإنسانية لكي ألبي رغبة هذه الفتاة. يقول في أحد المرات تماثلت أمام أهلي إني خلاص وإني بعقل وإني بسوي وبفعل وصير رجال. يقول فراحوا وشروا لي الفرد، ويحدثني أخوه طبعا بالفرد، هاي سالفة الفرد هاي. يقول شرينا له فرد قيمتها قرابة 27,000. يقول نقلناه باسمه كله حرصا على مسألة ايش؟ انه ينهض من هالعالم اللي هو عايش فيه. يقول فوالله العظيم يا شيخ يوم انقلبوا باسمه سلموا مفاتيحه ودق سلف للرياض وادخل على المعارض مباشرة. يقول ربك اول معرض، قلت شلون السيارة؟ قال لي نشريها، قال ب 15. قلت اعطوني قروش، اعطوني قروش بسرعة. يقول بكتبوا لي شيء؟ قلت لا لا لا، تعطونا كاش ولا بمشي؟ قال لا لا نعطيك كاش، وجمعون بسرعة. ما صدقوا خبرش، قالوا هذا سكران أكيد جاي الآن، سيارة تسوالة مكسب 10,000 أقل شيء. يقول فأخذت 15,000 طلعت وشرت التاكسي وركبت معه. وين رحت؟ رحت للأحياء الجميلة اللي بالمنزل، شريت ببغاء 7,000 ريال لأنه تبيه الحبيبة، حبيبته تبيه. يقول شريت ببغاء 7,000 ريال. يقول وانطلقت لما شبك الببغاء مني باللوموزين، وقفت عند بيته لما جاء الإذن من سموه، حتى اني اتجهت لما واعطيتها الببغاء، سلمتها الببغاء، قالت لي مبلغ وبعطيها 4,000 ريال وارجع بالباقي معي. يقول رجعت، لا يقول بقيت في شقه مفروشه قريبه من بيتهم. يقول جلست بقيت في الشقه هذه مده تقريبا 4 أيام أو 5 أيام مستاجر على حسابي طبعا، تجي لمه يتردد علي. يقول لعبت في اعصابي لعب، فلما صحى يا اخواني لعنها تلعين ويدعي عليها دعاء
ولكن أقول له مثل يداك أوكتان وفوك نفخ، أنت الذي اخترت هذا الطريق. فأقول أيها الأحبة، لا يلزم أن يسحر الإنسان في المعاكسة، لا يلزم الإنسان أن يسحر، قد يسحر قلبه أشد من السحر العام. السحر العام يا شباب، السحر اللي هو مربوط يستطيع أن يفك بالقراءة، لكن السحر اللي هو سحر القلب هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يفك.